فصلا من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الكنيسة وأبنائها المؤمنين إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، أنا بولس نفسي أناشدكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع بينكم عندما أكون حاضراً، والجريء عليكم عندما أكون غائبا. وأرجو ألا أجبر عند حضوري أن أكون جريئا بالثقة التي لي بكم، والتي أنوي أن أجرؤ بها على الذين يحسبون أننا نسلك كأناس جسديين. أجل، إننا نحيا في الجسد ولكننا لا نحارب كأناس جسديين، لأن أسلحة جهادنا ليست جسدية، بل هي قادرة بالله على هدم الحصون المنيعة، فإننا نهدم الأفكار الخاطئة وكل شموخ يرتفع ضد معرفة الله، ونأسر كل فكر لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل عصيان متى كملت طاعتكم. إنكم تحكمون على المظاهر، إن كان أحد واثقا بنفسه أنه للمسيح فليفكر في نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا. فأنا لا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بالسلطان الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لهدمكم. ولا أريد أن أظهر كأني أخوفكم برسائلي، لأن بعضا منكم يقولون رسائله شديدة اللهجة وقوية، أما حضوره الشخصي فهزيل وكلامه سخيف. فليعلم مثل هذا القائل أننا كما نحن بالكلام في الرسائل عندما نكون غائبين، كذلك نحن أيضا بالفعل عندما نكون حاضرين. والتسبيح لله دائما. هللويا هللويا هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: في الغد بعد شهادة المعمدان رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت فيه: يأتي ورائي رجل قد صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا ما كنت أعرفه، لكني جئت أعمد بالماء لكي يظهر هو لإسرائيل. وشهد يوحنا قائلاً:
رأيت الروح نازلا كحمامة من السماء ثم استقر عليه، وأنا ما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني أعمد بالماء هو قال لي: من ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامي الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. أخوتي، نحن بأحد الأول بعد الدنح اللي اسمه اعتلان سر المسيح ليوحنا المعمدان. بيشوف يوحنا الإنجيلي بدور يوحنا المعمدان صورة النبي يلي إجا تيربط العهدين القديم والجديد، ويعلن استمرارية عمل الله الخلاصي يلي تم بتجسد يسوع المسيح. وبيوضح يوحنا الإنجيلي عن يوحنا المعمدان بأنه هو مش السابق، إنما هو الشاهد. الشاهد على شو إخوتي؟ شاهد على أنه مش هو المسيح المنتظر. وهون بيكون عم ينفي عنه كل صفة مسيحانية. ويسوع قال عنه: لم يظهر في أولاد النساء أكبر من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أكبر منه. لكن يوحنا المعمدان إخوتي ما هو إلا الشاهد إنه عم بحضر طريق الرب من خلال دعوته للشعب ويقول لهم: توبوا توبوا. يعني عم بحضر للتوبة. وأعلن بالفم الملآن، قال: توبوا توبوا فإن ملكوت الله بينكم. بيقول الإنجيلي: هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. كلمات يوحنا المعمدان إخوتي تفتح طريق للألام، لألام يسوع بمسيرته الخلاصية صوب الجلجلة. خلينا نشوف كلمة حمل على شو بترمز وكيف نحن منعرفها. الحمل إخوتي هو رمز كائن مسالم يلي ما بيلحق بحدا أذية أو بسبب ضرر أو ألم. هو كائن ضعيف بريء عايش بخطر دايم من أنياب الذئاب. نحن هيك نعرف الحمل. مع يسوع إخوتي صار الحمل رمز للمسالم والبريء يلي دخل عالمنا مش بالقوة ولا بالعنف، بل بالبراءة والمسالمة والمحبة. حتى بس تجسد يسوع وأصبح إنسان ودخل مياه الأردن، كمان دخل مسالم وصامت وكان عايش بسكينة. ليش؟ ليقلنا
إنه قبول الله بحياتنا ما بيتم بقلوب مليانة بغض، بقلوب مليانة حقد، بقلوب مليانة ضجيج وعنف وانتقام. دخل المسيح عالمنا كحمل صامت بيحمل خطيئة العالم. مين اليوم عم يحمل التاني بهالأيام؟ مين اليوم عم بمد إيده لخيه اللي بوجهه بالإنسانية بهالأيام؟ دخل عالمنا يسوع ليموت عن كل بريء. نحن عم نقتل البراءة فينا. حمل على كتافه خطيئتنا ليعلمنا أهمية التضحية وبذل الذات اليومي بسبب تغيير وقعنا. حمل خطيئتنا ليقلنا إنه كلنا عيلة وحدة، منقوى بقوة الجماعة ونموت إذا هي ضعيف الجماعة، لكن قوتنا هي من قوة الجماعة، قوتنا من قوة خينا الإنسان اللي بوجنا. بيضعف خينا الإنسان، نحن منضعف. لابد إنه نحمل على أكتافنا نحن أيضا آلام الآخرين ونشاركهم بأتعابهم وبمأساتهم ونشاركهم بمرضهم، نصليلهم، نقف حدهم بالمحن، نخفف عنهم صلبان الحياة. الله ما بيريد ألم البريء ولا حتى ألم الشرير، ولكن بده التوبة ثم التوبة ثم التوبة لكل واحد منا، لأنه رغبته هي بأنه يحيا كل واحد لحياة أبدية مع ابنه يسوع المسيح. أمين. أشرق النور على الأبرار والفرح على مستقيم القلوب. أشرق النور على الأبرار والفرح على مستقيم القلوب. يسوع ربنا المسيح أشرق لنا من حشاء أبيه، فجاء وأنقذنا من الظلمة وبنوره الوهاج أنارنا. أشرق وانهزم سلطان الليل، من نوره شرق علينا.